ميدان المحليات العصايل من هجني اصحاب السمو الشوق على ارضيه هذا الميدان في هذه الامسيه التراثيه الجميله التي تنطلق بتحدي جميل وإثارة متميزة لمسافة 5 كيلومترات. نتابع معكم هذه المجريات، نتابع هذا الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، ونصير إلى الصدارة وإلى المركز الأول. عذار من يأتي على الصدارة، عذار من هجن العاصفة، يتابع غياث الهلالي على المركز الأول، المركز الثاني وليف، المركز الثالث مغادر من هجن العاصفة، يتابعهن غياث الهلالي في هذا الانطلاق المميز الجميل الثلاثي. أما المركز الرابع فرابع المراكز، هناك من الجانب الآخر يأتينا هملول لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، قدم سعيد بن سالم لينيبي على المركز الرابع. المركز الخامس يأتي الساهر هنا من هجن العاصفة، يقدم غياث الهلالي من يأتينا على المركز الخامس وينطلق إلى المركز الرابع، بينما هنا الوصول على المركز السادس في هذه الانطلاقة الجميلة من هنا المنذر لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آل نهيان مع الصادق فضل الأمين من ينطلق على سادس المراكز. المركز السابع المركز السابع وياتينا الرصاد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم، يضم رعتيق بن سالم بالعرضي الحميري، والوصول هنا من نبه اي سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرضي الحميري في التضمير في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا الوصول في هذه اللحظات من قبل الحاسم سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعد المكتوم، يضم حمد بن خميس الغويص، ووصل هنا ايضا مهاوش لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان واحمد بن حميد لديلي في تضميره المنطلق بالتحدي وبالاثاره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه هي الاسماء المنطلقة والمتحدية في مسيرة هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى وليف من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول وليف هجن العاصفة. هنا يتابع غياث الهلالي، وصل كذلك عذار، وهناك يأتينا الساهر ثلاثية هجن العاصفة، يتابعهن غياث الهلالي بهذا الانطلاق المميز الجميل. وهنا مهاوش بيهاوش على المقدمة، بيهاوش على الانطلاق، بيهاوش على التحدي، مهاوش لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، هنا حمد بن حميد لديلي، هنا أيضا في تضميره في الانطلاق والتحدي الجميل والإثارة. هنا المركز الخامس ويأتي رصاد على المركز الخامس هذا الانطلاقة الجميلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم، أيضا امرأة السيد عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس والقادم هناك من الجانب الآخر مغادر من هجن العاصفة، يتابع غياث الهلالي. إن هناك يأتينا في هذه اللحظات منبه قادم أيضا بكل قوة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير المنطلق على 7 المراكز. وفي المركز الثامن المنذر لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في تضميره من ينطلق 7. المركز التاسع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم، هنا أيضا نقضي ضمرة طارش بن مبارك بالكوبة في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة.
الكبار مشاهدينا الكرام، المركز العاشر هناك القادم في هذه اللحظات على المركز العاشر لسمو الشيخ محمد بن المرب مكتوم المكتوم، ايضا امرأة سعيد بن سالم الهنيبي من اتانا بهملول على المركز العاشر. نعود مشاهدينا الكرام الى المراكز الاولى، نعود الى مهاوش، الى مهاوش. مهاوش من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة على المركز الاول، هاوش على صدارة هذا الشوط على المقدمة في هذا الاداء المميز الجميل. مهاوش لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، يتابع هناك حمد بن حميد لديري في المتابعة والانطلاق المميز الجميل. العاصفة قادمة، العاصفة قادمة ايضا، بدأت تتسلل، بدأت تتسلل في هذه اللحظات العاصفة، وهجنها تنطلق الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول. هنا يأتي وليف، وهناك المنطلق من الجانب الاخر ايضا بتحدي الساهر، وليف والساهر، وهنا مغادر قادم ايضا في هذه اللحظات. يا سلام، بتحديات جميلة، ثلاثية ثلاثية تنطلق بهذا الاداء المميز الجميل لهجن العاصفة في هذا الانطلاق المميز المميز. اذا هناك الصدارة مع الساهر، ولكن ارى مغادر، غادر بالصدارة، غادر بالمقدمة، غادر بالمركز الاول. مغادر هنا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، الساهر في المركز الثاني، وليف في المركز الثالث. ثلاثية هجن العاصفة في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي الجميل. إذن ها هو هنا، إذن مغادر، غادر بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول. تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب السعودي المكتوم، هو التهنية لأيضا غياث الهلالي على فوز. مغادر بالمركز الأول، الساهر بالمركز الثاني، وليف في المركز الثالث، المركز الرابع مهاوش سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، رصاد في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا التحدي الجميل. نعود مع أبو عدنان وإلى التوقيت الزمني ولحظة هذا الانطلاق الجميل هنا ولحظة وصول. إذا مغادر إلى خط النهاية معلن الفوز، معلن الناموس. هنا أيضا توقيتها الزمني 7:54، 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لغياث الهلالي على أدائه. هنا إذا مغادر في المركز الأول، الساهر في المركز الثاني 7:54، 9 من الأجزاء من الثانية. والمركز الثالث كان من نصيب وليف، أيضا هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي من أتان على المركز الثالث قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا 7:56، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس